السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه يوزر واي، ده بيدي إمكانية أكبر للموقع بتاعك إن كل الناس تقدر إنها تستخدمه. ممكن يكون في ناس عندها مشكلة مثلا في الرؤية فمش قادر يستفيد الموقع بتاعك كويس، فهو بيصلح وبيعالج المشكلة ديت. الموقع استخدامه سهل جدا، أنت تكتب بس الموقع بتاعك وهو يبدأ إن هو يدرسهولك ويقولك إيه الإمكانية إن هما يحسن لك الوصول ليه. فكل اللي انا هعمله ان انا هديله بس الموقع بتاعي، هكتب له الموقع بتاعي تمام، كانك بتعمل حساب جديد، الاسم و هو له كونتينيو، فبيبدا يعمل الاناليسنج للموقع بحيث يقول لك امكانيه الناس تستفاد من الموقع دوت، هل في حد ممكن ما يستفادش منه او يتضايق منه، وهل في مشاكل، هل في الستيتس تمام. بيقول لك لو انت استخدمت القدرات بتاعتنا هنرفع لك الامكانيه اللي كل الناس تستفيد منه بالشكل دوت، توصل 90%. وفي هم مدينا الكود ببلاش، حاجه فري، بس ده طبعا حاجه بسيطه تقدر انت تنسخه وتشتغل بيه، تضيف الموقع بتاعك مجاني. لو انت عايز حاجه بفلوس فانت تشترك في اي خطه منهم وتقول له كونتينيو وتدي رقم الفيزا ويبدا ان هو يحسن لك الموقع بتاعك.